نعلم في عام 2021 يعني أظهر اقتصاد الصين صلابته في مواجهة اختبارات ناجمة عن التغيرات الكبيرة التي لم يشهدها منذ 100 العام، وأيضا تقلبات الوضع الجائحة كوفيد-19 خاصة ظهور أوميكرون يعني في نهاية عام 2021 ما تسبب في الصدمات بالعالم. بنظريتكم كيف ترون يعني التنمية الاقتصادية الصينية في عام 2021؟ نعم، أتفق معكم في اختيار كلمة الصلابة. نعم، فهذه كلمة دقيقة لتقييم أداء اقتصاد الصيني بشكل عام في عام الماضي. إذا قلنا اقتصاد الصين الصمد لامتحان على خلفية كوفيد وكل الظروف داخليا وخارجيا، فأعتقد أن نتيجة أداء الاقتصاد الصيني في العام الماضي ناجحة بشكل عام. حسب تقييم البنك العالمي، نمو أو نسبة النمو سنوية لاقتصاد الصين حوالي 8%. هذا رقم أو هذه النسبة أو هذه السرعة تجاوزت 6% المحددة من الحكومة الصينية في بداية العام الماضي، وهذا خير دليل على النجاح أداء الاقتصاد الصيني. إلى جانب الصدمات الكوفيد من الجولات مستمرة ومتجددة على الجوانب المختلفة من حياة الناس والاقتصاديات في العالم، بما في ارتفاع أسعار مواد الخام في العالم على نطاق واسع، الاقتصاد الصيني صمد هذه الصدمات، وأداء الاقتصاد الصيني عموما أنجز نتيجة معروف بها، يعني هذا شيء نفتخر به. وثانيا أعتقد هذا الوضع العام الاقتصاد الصيني أرسى أساس لا بأس به للتنمية مستمرة في العام الماضي أو في العام الحالي 2022. وثالثا أعتقد هذه نتيجة أو هذا الإنجاز يمثل مساهمة الصين للاقتصاد العالمي أيضا، لأن هذا نجاح، يعني نتشارك في هذا النجاح مع الدول الأخرى، مع الاقتصاديات الأخرى، باعتبار الصين سوق كبير وسلسلة تزويد ما زالت تبقى قوية ويعني متميزة، فهذا الأمر سيدخل حيوية مستمرة وقوية لنمو الاقتصاد العالمي. عموما العام الماضي باعتباره يعني العام الأول من الخطة الخمسية للرابعة عشرة في الصين، هذا العام عام خير، العام فاتح خير، يتميز بالنتائج كويس، لكن تحديات أعتقد الحكومة الصينية لها استعدادات كاملة لمواجهة هذه التحديات.